رجعنا لكم. اللي بنتكلم عنه ده دلوقتي بفسر لكم السنه بقى، فين ال 422 يستتاب والا قتل، فين 10 نواقض الاسلام، كيف يحسب المرتد في نظر الاستاذ الفاضل ابن تيميه واتباعه، ببساطه كده واحنا قاعدين. ده سني كسلان شويه، الحياه واخداه، عنده مشاغل، ما تعودش على الصلاه في الصغر، فبيقول لهم انا عارف انها فرض وربنا زعلان مني وكده، بس انا مش قادر اصلي. يقتل عند ابن تيميه. حد عنده اعتراض كلموه بقى. طيب بص بقى بقيه الاجابه عشان دي برضو تخص مسلمين كتير. بيقولوا ومن قال ان كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم، يعني واحد مسلم احنا بنشوفه كتير جدا مؤمن بالله وبالفرائض بس ما بيأديهاش ولا يجتنب المحارم كمان، يعني بيعمل حاجات حرام، والا العقوبات اللي في القران نازله على مين؟ ان مسلم بيعمل حاجات حرام عادي، ها، يدخل الجنه. هو بيقول ايه بقى؟ المسلم ده عنده عشم، العشم ده على فكره في ملايين المسلمين، يقول لك ان شاء الله ربنا يغفر لي، انا بيني وبينه يا سيدي عمار عادي، ما حدش له حاجه عنه، حتى لو هو موهوم او على حق. وربنا في القران، ربنا مش ابن تيميه، بيقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من يشاء على مات، مالكش دعوه. انت تشوف حد كنت ظان ان هو ايه يوم القيامه تقول ليه داخل الجنه، ما تفتحش بقك، لا يسال عما يفعل، ده ربنا بيتكلم عن نفسه. الاستاذ الفاضل ابن تيميه بيقول ايه بقى؟ وبيقول ولا يجتنب المحارم او لم يجتنب المحارم يدخل الجنه ولا يعذب احد منهم بالنار. اللي بيقول كده بس انه عشمه في ربنا كبير يعني، فهو كافر مرتد. حضرتك عشان تعرف بس ان كل اللي حواليك دول لما بيجوا هم يقتلوهم ما بيكونوش زعين خالص، لانه مرتد اصلا. ده لسه بقى في اللي بيشتغل في الجيش والشرطه والحاجات في بلادنا العربيه وفي مصر طبعا هنتبسط دلوقتي قوي، بس هو ملوش علاقه بالارهاب يا جماعه، انا مش شايف الحقيقه ان كل ده له علاقه بالارهاب خالص. يجب ان يستتاب، فان تاب والا قتل، يعني هو اصلا كافر مرتد، يا يرجع يا يتقتل، قتلتين ورا بعض مش عارف ازاي. بل الذين يتكلمون بالشهادتين، بصوا هو بيحكم بقى أصناف، منهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا وأصلحوا، ده بيتكلم عن الآيات اللي في القرآن في المنافقين، بيقول دول اللي بيقولوا الشهادتين، وبعدين بيوصف تلك صلاة المنافق ومش عارف إيه. فبيقول بقى كل ده عشان ما بيصليش يعني، بيقول فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤخر الصلاة وينقرها يعني يعملها بسرعة منافق، فكيف بمن لا يصلي؟ وقد قال الله تعالى في نقطة هنا مهمة جدا هقولها لكم دلوقتي، وقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. قال العلماء الساهون عنها، مين هم اللي صلاة ساهون يعني اللي هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين يؤخرونها عن وقتها والذين يفرطون في واجباتها. فإذا كان هو بقى بيقول ابن تيمية، فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم، الويل عشان سهيوا، ها سهوا، فكيف بمن لا يصلي؟ فبيقول الموضوع القتل ده موضوع بديهي أو باللغة العربية بديهي يعني. عايز بس أقول لكم حاجة مهمة تعرفكم مين عقلية اللي انتوا أصلا لو عايزين يعني بتسمعوا، سيبكم إن هو قتل الراجل كده صباح الخير عشان ما بيصليش أو ما بيجتنبش المحارم أو عشمه في الله كبير إنه يخش الجنة، اللي هم ملايين البشر حوالينا بالمناسبة ومسلمين حقيقة غصب عن عين أي حد. سيبكم من القتل، بصوا استشهاده اللي هو يثبت إنه لازم يعني تاخدوا بالكم. أنتوا بقى فهموا يثبت إيه؟ بصوا بقى هو بيقول إيه؟ ده ربنا بيقول للمصلي ويل، أنت هتروح النار، ويل لك، لا عشان إيه؟ عن صلاتهم ساهون. فكيف بالذي لا يصلي؟ أولا مفيش استدلال هنا أن ده يستحق القتل، يعني يروح النار ده في الآخرة يا أستاذنا الفاضل، إنما ما قالش في حساب في الدنيا، ده على كلامه أنه ساهي عن الصلاة. اتنين، فالاستدلال هنا والقياس باطل فاسد لا يصح. اتنين، وده المرعب بقى المخيف الأسطوري، الآية في القرآن ليه حاجة اسمها السياق، أنا شرحته كتير زمان وهنشرحه. السياق يعني الكلام ده رايح لمين، موجه لمين، لكن قطع الآية ونجري وناخد المعنى على مزاجنا فده يورث اللي احنا شايفينه ده. الآيات بتتكلم عن ان ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما بتتكلمش عن المصلي المسلم العادي اللي محافظ على صلاته وبعدين لخبط. لو ده رايح النار تبقى ايه باقي في الدنيا؟ يبقى فين الإيمان والإسلام والحاجة؟ فين رحمة ربنا؟ كمان بواظب على الصلاة بس بتأخر شوية،
الساهون على كلامه يعني. لا يا فندم، في حاجه اسمها سياق في الاول. اول ايه في السوره دي بتقول ايه؟ اول ايه بتكلم عن وصف عام للجماعه دول، بتقول ارايت الذي يكذب بالدين كله. حضرته كافر بس مش قادر يقول، فعامل نفسه معاهم فمنافق يعني تقيل قوي. فالايات متصله يا اساتذه. الايات بتقول ارايت الذي يكذب بالدين، كافر اهو، فذلك الذي هو بيعمل بقى الاوصاف اللي جايه دي 1 2 3 4 بيعمل ايه بقى؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الكلام واضح. فويل للمصلين، اللي هو الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو نفس الاستاذ، بس السهو هنا مش معناه نسيان، هيقول لك ليه السهو بعديها بايه. الذين هم يراؤون، لان هو ما عندوش الحماس ده اصلا، لان هو مرائي منافق عايز الناس تقول ده وقف صلى عشان هو كافر اصلا. الذي رايت الذي يكذب بالدين، فاهمين يا فندم؟ خلاص. الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الزكاه يعني كل فروض الاسلام مش بيعملها، اليتيم، الزكاه، الصلاه. وفي الاصل هو اساسا قبل ما يفصل فيه ربنا في الشرح هو كافر بالدين. قم بقى يستدل بيه استاذنا الفاضل العالم ابن تيميه وياخد الايه ويعملها على المسلمين العاديين، ما كانش فيه ارايت الذي يكذب بالدين، وبيقول اهو الدليل اهو، ده اللي بيصلوا رايحين الويل النار. ليه يا فندم؟ ده امال بالك بقى ما بيصليش، احنا هنقتله اصلا. كل المعنى ابتداء وانتهاءا ملوش اي علاقه بالعلم، لا ده معنى الآية ولا الاستشهاد ينفع ولا القياس نافع، ده قياس باطل إن ربنا يعذبه في الآخرة، ده على كلامه إنه ده اللي بيسهو. طيب كمان ربنا هيعذب اللي ما بيصليش في الآخرة، أنت مالك؟ أنت منين الدين ده اخترعه؟ منين؟ بالمناسبة أيام الرسول كان في ناس ما بتصليش، ولا عمري شفت إن هو طالب بقتلهم وهو كان يقدر إذا أراد رسول، ولا عمري شفت أي حاجة بالكلام خالص. فالدين ده 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 ايه رايكم فيه؟ فعرفتوا الارتداد على اهل السنه بقى. انتوا دلوقتي الكره الارضيه كلها اهي انتهت، الله يرحمهم جميعا، ندعي لهم بالرحمه. ودول انا هفصل لكم فيهم دلوقتي كل ظواهر الارهاب الحالي، الحلقه دي وبكره وبعد ده. انا بكلمكم بقى على السنه زي كده، حلقه قول النيه. طب ده مصلي، طب مسلم بالشهادتين مسلم، ازاي تحكم انه يتقتل وتقيس على قياس غير صحيح على ايه مش ده معناها؟ بس هم يعني انتوا شايف انه يفضل يعني بالاسم الفخم ده شيخ الاسلام. طب خلاص براحتكم، نكمل لسه بدري، احنا ما وراناش حاجه. الحلقتين دول قرايه، اقروا معايا بس على شرط. في اول الفتوى دي انا قلت لكم رقم الصفحه ورقم الجزء، تابع بقى اكتب عشان لو تدخل في نقاشات مع الناس انا عارفهم قول له اهو، وروحوا جيبوها سهله انترنت يعني. شوف طبعا الصوفيين جزء من اهل السنه، وانا قلت تفصيل الاسبوع اللي فات، بس هو خلاها بقى بالعموم مش على الصوفيين. الداعيه الى البدعه ده ناس كتير قوي، ده اللي احنا بنعمله بدعه مش بدعه الاستوديو والتصوير، لا لا لا، ازاي نتكلم الكلام ده؟ فكلنا بقى الكفار وكتاب والحاجات دي. فبيقول لك ايه بقى ومن غير ما ارتد ولا حاجه اهو، ده جميل، بيقول لك ايه؟ واما قتل الداعيه الى البدعة خلاص، فقد يقتل لكف ضرره، يعني على مزاجهم بقى ايه هي البدعه وايه هو الضرر، ما هو مفيش حد وضح يا فندم حاجه. فانا ممكن اكون بضر ناس وانتوا عارفين، وفرج فود الله يرحمه وكلنا ضرناهم يعني. فقال لك واما قتل الداعيه الى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب اللي بيحاربنا، وان لم يكن في نفس الامر كافرا. انا قريت لكم الاسبوع اللي فات، فليس كل من امر بقتله يكون قتله لردته. بيقول لك يا جماعه انتوا مصعبين الموضوع قوي، انتوا بتهزروا؟ احنا لازم نستنى لما يرتد؟ لا طبعا، احنا ممكن نقتله وهو مش مرتد، لكن مضر مزعج حاجات كتير بقى، انتوا يعني الازعاج بقى اللي احنا عاملينه ده. فبيقول لك قتل الداعيه البدعه ده عادي جدا مفيش حاجه خالص. كام بقى اكتب ورايا؟ كام؟ 351 الجزء 23 صفحه يعني. وطبعا فكل من غلا في حي او رجل صالح، قريتها لكم الاسبوع اللي فات، بس الصوفيه جزء من السنه، اقتل يا باشا. طب بتوع البدعه اقتل، طب اللي بيقولوا النيه اقتل، طب اللي فوت صلاه اقتل، طب اللي بيجتنب المحارم بس هو مسلم وعارف ان الصلاه فرض اقتل. بس ده كله يا جماعه ملوش علاقه بالارهاب خالص. طيب واما زياره القبور الانبياء والصالحين، انا قلت لكم ده برضو بس دي تاكيدا لحاجه تانية، ده قلناها ساعه الصوفيه.
عشان في حد لما نيجي بقى على الجانب الثالث لو فاكرينه، المثقف او المحسوب على الثقافه اللي بيعتقد ابن تيميه بيحب الصوفيه، ومثاله زي ما بنقول دايما الاستاذ يوسف زيدان، فبيقول لك بيحب الصوفيين. واما زياره قبور الانبياء والصالحين اللي هو ما فيش صوفي في الكون ما بيعملهاش لاجل طلب الحاجات منهم او دعائهم والاسقام بهم على الله. فبيقول لك ايه بقى، او ظن ان الدعاء او الصلاه عند قبورهم افضل منه في المساجد. بالمناسبة ده حديث ان الصلاة افضل في مسجد الرسول حتى لو في بعض سنده شيء، لكن الفعل يؤكده. فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق ائمة المسلمين. هتقول لي ما قالش قتل، طب ما دور بقى على ايه اللي قبليه على طول، واما قتل الداعية الى البدع. ركب، لازم تركب الايه البازل المكعبات عشان تعرف اللي بيدخل في دائرة ابن تيمية بيطلع ايه، المكنة بتطلع ايه. ماليش دعوه بقى بيطلع ايه، انت احكم. يعني ممكن تطلع مثلا راجل فاضل، ممكن. خلاص ده كام يا فندم؟ اكتب ورايا 471 على 17، الجزء 17. اللي بعت لي بقى بالمناسبه قال لي ان هو ما قالش على المعتزله مش عارف ايه. طيب خد دي. ولهذا كفروا، هو بيجيبها بالسابق، من يقول إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. بالمناسبة حكاية إن الله لا يرى في الآخرة دي مش جزم، ده ظن. في حديث الرسول بيقول إن احنا هنشوفهم كده، وفي كلام آخر له معنى كبير جدا عن لربهم ناظرون، والحاجات دي ليها معاني فلسفية كتيرة جدا وعميقة. إنه يعني حتى في الفلسفة في قول مهم ومشهور بيقول إن الكل، إن الجزء لا يحتوي الكل. بس أنا مش عايز أفتح الكلام ده دلوقتي. يعني أي شيء جزء من كل ما يحتويش الكل. فإحنا عنينا وجسمنا كله جزء من كل الذي هو المطلق اللي هو ربنا. ففي ناس شايفه، ناس، انا بشرح بس اللي موجود في التراث العاقل. ففي ناس بتقول انه ممكن ما نقدرش نشوفه لان احنا جزء وهو كل، وانا سنظل في اليوم القيامه جزء وكل او في الجنه. ده لسه حاجات كتيره جدا عن السنه. بس قبل ما نخلص عشان الوقت خلص، عايز اقول لكم حاجه. احنا هنكمل بكره السنه برضو، وبعدين نخش بقى على الحاجات اللي انا رسمتها لكم دي. كنايس، مسيحيين، طوائف، مبتدعة، مرتدين، جيوش، قضاء، شرطة، تكفير دول، تكفير حكام، كله جاي، كله موجود في المخزن. يعني هنا كنوز والله العظيم، حاجة عظيمة. عايز أقول لكم حاجة واحدة بس، خطورة اللي أنا بقوله ده إنه حتى مش الكتاب مثلا زي الكتب حتى اللي احنا منعناها متهربة، منعناها يعني في القرن اللي فات، الحقيقة الفريدة الغائبة، مش عارف إيه، معالم في الطريق بتاع سيد قطب، لا لا لا، ده كتاب مبجل، مجموع الفتاوى ده موجود في كل مكتبه في العالم العربي وفي العالم، ويمكن موجود في بيوت ناس كتير جدا. ولو مش كده موجود على الانترنت بسهوله. وهو ده يعني اول ما الشاب يلتزم كده تلاقيه بدا يلتزم بالحاجات دي. يا ترى بس لما يقرا دول ويبص المجتمع اللي حواليه بالنظرات دي ويشوف رسمه الكره الارضيه كده والجو ده، هيبقى ايه تاني يوم؟ تاني يوم مش تاني سنه، براحتكم. لو مش عايزين تثبتوا حاجة ما تثبتوهاش، يمكن يطلع أحسن واحد، هيطلع رائد فضاء. هنكمل بكرة.